السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني باش تعرفوا المرشح اللي يكون قوي شكون هو، والمرشح منا تشوف لي باج، تشوف بزاف ناس يخرجوا طايحين على واحد، مخلين واحد منا. احنا ما عندنا الحمد لله يا ربي ما غادي نوقف مع تا واحد، ما غادي نشكر، ما غادي نشكر تا واحد، لا زبزاف لا سرار، كاع كيف كيف. انا عندي مخاتش على ما غاديش يجوا، ما عندهمش خاتم سليمان غادي يقلبوا كلش، ما عندهمش. اللي راه يشكر في زبزاف ما عندوش خاتم سليمان باش يقلب لك بين ليلى وضحاها، واللي يشكر لك في سرار ما عندوش خاتم سليمان سرار، غادي يجوا يدخلوا عشيشه طالبه بعيشه كلشي. يحب كاع اللي يجي هادو اللي غادي يجوا يحوسوا كيفاش. اولا العمل تاعهم، بروجي تاعهم الاول، البروجي كبير كبير كاع كبير كبير، شتا ولا بروجي كبير تاعهم في رسالهم، يجمعوا ويهضروا بيناتهم في السر ويجمعوا ويزيروا رواحهم. البروجي الكبير كي زبزب كي سرى، شنو هو البروجي تاعهم؟ ارضاء المدرب، محاولة كيف نرضي اولا المدرب، ثم نتكلم على بطولة جزائرية، ولا نتكلم على المنتخب الوطني، منتخب وطني تتكفل فيه السلطة العليا. خاطش الدراهم كاش، شكون اللي غادي يخلص الطياره؟ شكون غادي يخلص؟ تتكفل به الدوله، المنتخب الوطني. هذا مكان الصلاحيات عند المدرب، كل الصلاحيات عند المدرب، بالتالي كاع. والفائز الوحيد في هذا كاع الصوالح، اللي فاز وربح، الفائز الوحيد هو المكلف بالاعلام. يعني يجي زبزاف مكلف بالإعلام يقعد، يجي سرار المكلف بالإعلام يقعد. هذه هي، ما كاش من نوع اللي يجي يحكك له، غادي اللي يجي يحكك المكلف بالإعلام، يحكك له وإن شاء الله بربي ما تضربوش لا قريب، ما توشيش لا قريب، يحوسوا كيفاش يدفوا، يحوسوا يجيبوا له كسوة تاع المستا، يحوسوا يجيبوا له كسوة تاع الربيع، كسوة تاع الصيف، يعني دائما يحوسوا له الكليمه اللي ما تمرضهاش. كي نشوف ناس كلام طايحين على سرار، سرار في قعري، سرار الناس طايحين على، هما في زوج ما عندهمش الحق يترشحوا، هما في زوج ما عندهمش الحق يترشحوا قانونيا، ما كاش قانونيا ما يترشحوش، قانونيا ما يترشحوش. هذه هي، قانونيين ما يترشحوش، بالتالي كاع. انتوما كيبالكم باللي بصح هي، لا هي نورمال، هي يترشح نورمال، يديروا له كونترا، يطلعوا له، يهودوا له، كاش مشكل كاع. انا نقولها ونعاود، انا عندي منتخب وطني جزائري، منتخب الوطني يربح، نرحمكم شويه نرحمكم. منتخب وطني كي نتوما كي المدرب كيما كي اللعابه، منتخب وطني ما كاش نتائج ما نرحم تا واحد، بالتالي كاع النتائج هي اللي تخليني نسكت. نتائج ما كاش نتائج كيما خسرنا كوب دي موند، نجي نصفق عليك، انا ما نصفقش عليك، انا يا بوي ما نصفقش عليك، وتبان لي بلي الاحسن هما اللي راحوا يلعبوا، احسن مدربين راهم في الكوب دي موند. شو احسن مدربين راهم في الكوب دي موند، بالتالي كاع تبغوا الصح نتوما ولا تبغوا الكذب ولا شنو تبغوا؟ انت كيتبان لك احسن مدربين راهم في الكوب دي موند، بالتالي كاع مدرب اللي خدم راه في الكوب دي موند، مدرب اللي ما خدمش راه يتبع شكون رئيس اتحاديه، شكون وزير، شكون بواب، شكون مكلف، شكون. هذه هي يعني ما كاش هذه باش يجي واحد يقول لك لا ولا لا من لا، الكبير راه في الكوب دي موند، الكبير راه يخطط
راه يكذب ورقة وستيلو، راه يظل يتبع في لي زيكيب اللي غادي يلعب معاهم. سونغ راه يظل يقرا في لا سويس وقيلا اوكرانيا والبرازيل، راه يظل يقرا فيهم صباح وحشية، ايضا اللي يقرا فيهم صباح وحشية. هذه بالتالي باش يكون على بالكم. ورئيس اتحادية اللي ما عندوش شخصية، اللي تكون عنده شخصية كيما ايطو، يدخل يدير تهديدات اللعابة، يدخل من لونترينير يدير يده موراه، خاطر انا المدير، انا راك خدام عندي، انا ماشي انا خدام عندك، انا اللي راني نسني لك الشهرية تاعك، ماشي انت راك تسني لي. انت مين يجي وقت الشهرية تعيط لي الو فيرسولي دراهمي. بالتالي كاع مدرب رئيس اتحادية اللي ما عندوش شخصية ويدخل وينتقد اللعابة كي يخسروا ولا يديروا ماتشني اللي ينتقدهم، رئيس اتحادية هذاك هو رئيس اتحادية بصح، يدي رئيس اتحادية خازن يحوس البروجي تاعو باش يكلف باش كي زبزب كي صرارة. البروجي تاعهم كبير انا نقولكم، يعني كيفاش يردوا المدرب هذا، ما كان ماشي قضيه زعما بروجي الاول كاع، اولا ارضاء المدرب ثم ندخلوا في العمل، بالتالي كاع ردوا المدرب بعد دخلوا في العمل. كي صرار كي زبزب كاع كيف كاع في سله واحده. ما يجيش بنادم يجي يكذب عليك تا يقول لك بلي انا جايبين نخدم القصر عليا ولا مدرب. شوف رئيس اتحاديه ما كاش واحد كيما رئيس اتحاديه كيما تشوف كيما كاش، عرفتو تاع هذاك الجاري هذاك، الجاري روح الجاري روح والو صرامه، كمل بارتيه ما تلعبش مليح يدخل لك للفيسيار يهضر معك حبس كاش اللي يخرج يدوش دب دب دب، كل واحد يحطو في بلاصته. ايطو يدخل يعرف كرة قدم يدخل وي حبس أروح راكم كي والو سقموا روحكم ولا واحد ما صيبه شي، يجي يلعب بالك داير كوستيم ولا داير عبايه قميص ولا داير منا ولا داير كاش. هادي كاع عندكم بروجي الاول كاع تحوسوا ترضوا لونترينر، يعني الانطلاقه تاعكم وهي ارضاء المدرب، ثم مكاش ثم مكاش على الله العبوا تاكلين. كي يربح كي محرزي ماركي بنت مزيه راه جايكم عوار جايب جا راه جاي عوار جايب جا راخو كسموه اي تنوريوم جايين لعابه اللي غادي يعطوكم نافس بيتو تبانو في المنصه الشرفيه. هيا تخدموا على روحكم على مكان كاع تخدموا كيما خدم والمشروع تاع زاتشي باش يكون على بالكم. مانيش ضد زاتشي انا والله ماني ضد زاتشي، زاتشي انا اللي بدا كيما يقولك في قرار نفسي نستعرب به داخل في قلبي نستعرب به، ما غير نهدر فيه منا نهدر نقولكم زاتشي صح داخل في قلبي والله لا نستعرب به والله يا زاتشي لا نستعرب بيك. شوف يا ربي راه داري كيفاش نستعرب بيك، خاطر على المشروع تاعك اللي حطيته اللي جيت وحطيته قاعد يمشي، اللي يجي المشروع هذا يمشي، تزيد فوقه حرف غادي تطرد، تزيد فوقه حرف ماشي انت غادي تطرد. ارواح الو طاك 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 شكي 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 بروجي تاع زاتشي كاين، تزيد فوقه حرف ما غاديش تترشح نقلعك. بالتالي كاع على هذيك انا نبقى نستعرف بزاتشي، خاطر علاه مهما كانت شخصية أي بنادم شخصية تاعه في الجزائر، زاتشي دايره بليغة، زاتشي يديرك بليغة مهما كانت الشخصية تاعك وين كانت كاع. على هذيك أنا نستعرف بزاتشي برك، رؤساء نوالي والله ما قلك زاتشي الدراهم، خاطش على كاع راكم كلاب تاع دراهم، كاع كلاب تاع دراهم الدراهم برك. يخسر على ربك يخسر عليك زوج ملاير بصح شتايا لا يسيق بيك ويدي، يخسر عليك زوج ملاير ويدي موراك 100 مليار يديها موراك، يسيق بيك يمسح بيك وما كاين جرثومه دير جفافه. هذه اللي مليحه عند زاتشي نستعرب به بها، هذه بالتالي كاع على هذيك نقول بلي زاتشي نستعرب به
وما نتوما اللي راكم تشكروا في زبزب طايحين على سرار، واللي يشكر في سرار وطايح على زبزب راكم كاع في بوبال عند زاتشي، كاع راكم في بوبال عند زاتشي، ما التالي كاع.